اهلا وسهلا بكم في تطبيق شوف تيفي في هذا المباشر جديد من مدينة الدار البيضاء او بالضبط من منطقة المعايف. كيف تشوفوا معنا تطبيق شوف تيفي امطار الخيال اللي تتفضح البنية التحتية اللي بعد قرب شوارع مدينة الدار البيضاء اللي هي العاصمة الاقتصادية والقلب النابض للمغرب واللي هي اكبر مدينة في المغرب. امطار الخيال تتفضح البنية التحتية ديالها كيف كتشوفوا معنا. الطيات والحفاري اللي عامرين بالماء. إذا سبق شفت في اللي تلقاونا في هذه اللحظات نتوما معنا الآن مباشر من مدينة الدار البيضاء، وكيف تشوفوا معنا سبق شوف تيفي أمطار الخير اللي تتفضح هشاشة البنية التحتية ديال أكبر مدينة في المغرب اللي هي مدينة الدار البيضاء واللي هي العاصمة الاقتصادية والقلب النابض للمغرب. كيف تشوفوا أن عدد كبير ديال الحفاري اللي ولاو تحولوا إلى بيئات مائية بسبب هاد الامطار هادي. اذا تشوفوا معنا سبق شوف تيفي ان هاد الحفاري هادو اللي ولاو بيئات مائيه تيشكلوا واحد الخطر كبير على مستعملي الطريق، منهم اصحاب السيارات واصحاب الدراجات اللي تيقدروا هاد الحفاري هادو اللي ولاو بيئات مائيه تيقدروا يتسبوا لهم في عطب تقني او في السياره. كيف تيقدر يتسبب لهم في حوادث ديال السير خايبه. كتشوفوا هاد المنطقه هادي تقريبا المساحه ديالها اللي ولات عباره عن بيكه مائيه. وكذلك هذا المكان هذا اللي هو في وسط احد الشوارع الرئيسية اللي تحول الى بيكة مائية من قبل ما تنحفر وعمر بالمياه ديال هاد الامطار هادي. كيف تشوفوا هنا كذلك حفرة كبيرة اللي ولات صارت البيكة مائية بسبب هاد الأمطار. وهادشي هدا بالتطبيق شوف تيفي تيشكل خطر كبير على مستعملي الطريق. إذا نتمناو تطبيق شوف تيفي من المسؤولين على مدينة الدار البيضاء، المسؤولين على منطقة المعايف، أنهم يتدخلوا ويحاولوا يلقاو واحد الحل جدي لهذا المشكل ديال هاد الحفاري هادو اللي تيتحولوا الى بيئات مائية مع نزول ديال أمطار الخير كل سنة. إذا تشوفوا معنا تطبيق شوف تيفي في هذا المباشر هذا من مدينة الدار البيضاء، أمطار الخيال اللي فضحت البنية التحتية لبعض الشوارع أكبر مدينة في المغرب واللي هي مدينة الدار البيضاء واللي هي العاصمة الاقتصادية والقلب النابض للمملكة. كيف كتشوفوا معنا أن العديد ديال الحفاري اللي تحولوا إلى بيئات مائية ضايات. كيف كتشوفوا معنا وهاد الطريات هادو متسبقة شوف تيفي تيشكلو واحد الخطر كبير على مستعملي الطريق، منهم أصحاب الدراجات وأصحاب السيارات، لأن يقدر يتسبب لهم هادشي في واحد العطب تقني في السيارة. كيف يقدر يتسبب في حوادث ديال السير وخيمة. إذا تطبيق شوف تيفي نتمناو أن المسؤولين على مدينة الدار البيضاء والمسؤولين على منطقة المعايف انهم يدخلوا على خط هذا المشكل هذا ديال هاد البنيه التحتيه اللي كتفتح كل تساقطات المطاير. متتبعين قناة شوف تيفي، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا المباشر، إلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.